بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، وانشر علينا من الستر الجميل رداء، وافتح لنا منك فتحا غير منقطع، واجعل لنا سندا واجعل لنا مددا، وهيئ الصعب من خير الأمور، وكن لنا معينا على الطاعات مستندا. الحمد لله ما دام الوجود له حمدا، يبلغنا منه الرضا أبدا. ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. يا رب وفقنا وكل خير هبنا، وعنا نحي كل ضير، وامنن علينا بقضاء الحوج وكل شدة وكرب فرج. أما بعد، فحياكم الله وإياكم في اللقاء السادس من لقاءات شرح مختصر الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ أنس. الله إليكم. في أذكار الكرب والغم والحزن والهم، في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي سنن أبي داود عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأنبياء: لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. وفي رواية له: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس عليه السلام. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. في الأذكار الجالبة للرزق الدافعة للضيق والأذى، قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. في الذكر عند لقاء العدو ومن يخاف من سلطان وغيره، في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند لقاء العدو: اللهم أنت عضدي وأنت ناصري وبك أقاتل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. في الأذكار التي تطرد الشيطان، قد تقدم أن من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يقربه الشيطان، وأن من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، ومن قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له حرزا من الشيطان يومه كله. وقد قال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والآذان يطرد الشيطان كما تقدم. وفي صحيح مسلم والأذان أحسن الله إليكم والأذان يطرد الشيطان كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثة. ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني. ومن أعظم ما يندفع به شره بقراءة المعوذتين وأول الصافات وآخر الحشر. في الذكر الذي تحفظ به النعم وما يقال عند تجددها، قال الله سبحانه وتعالى في قصة الرجلين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فينبغي لمن دخل بستانه أو داره أو رأى في ماله وأهله ما يعجبه أن يبادر إلى هذه الكلمة، فإنه لا يرى فيه سوءا. في الذكر عند المصيبة قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا عنها رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. في الذكر الذي يدفع به الدين ويرجى قضاؤه، في الترمذي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا إلا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. قال الترمذي: حديث حسن. في الذكر الذي يرقى به من اللسعة واللدغة وغيرهما، في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقى لديغا بفاتحة الكتاب فجعل يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسمه منذ أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله تعالى. في ذكر دخول المقابر في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. في ذكر الاستسقاء ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا في أذكار الكرب والغم والحزن والهم. والكرب هو الضيق الشديد، والكرب هو الضيق الشديد، والغم امتلاء القلب بالقلق والحزن، والغم امتلاء القلب بالقلق والحزن لشيء مضى وما زالت نتائجه وآثاره مستمرة. والغم امتلاء القلب بالقلق والحزن لشيء مضى وما زالت نتائجه وآثاره مستمرة. وأما الحزن فهو لما فات، وأما الحزن فهو لما فات، وأما الهم فهو القلق والحزن لما هو آت. كما تقول إيش؟ أنا شايل هم الاختبار، بكرة عندي اختبار، أنا شايل هم الاختبار، أنا شايل هم كذا. فقلنا الكرب الضيق الشديد، والغم امتلاء القلب بالقلق والحزن لشيء مضى وما زالت نتائجه وآثاره مستمرة، والحزن لما فات. والحزن أما الحزن فهو لما فات، وأما الهم وهو القلق والحزن لما هو آت. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في هذا الأمر، كان يقول عند الكرب، عند الضيق الشديد، عند تسلط المرهوب، إذا عز المطلوب وتسلط المرهوب، فليس لك إلا أن تطرق باب علام الغيوب وأن تقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم. ولاحظوا البدء بالتوحيد ثم صفة العظمة، فهو القادر على أن يخرجك من هذا الضيق، والحليم، الله سبحانه وتعالى هو الحليم، هو الرحيم، هو اللطيف بعباده. لاحظوا التوحيد دائما دائما في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، إلى آخره. هذا الدعاء من أعظم الأدعية التي ينبغي للإنسان أن يحفظها، ومما لم يذكره هنا أو ذكره في الأصل الكتاب: الله ربي لا أشرك به شيئا. هذه أيضا من الأدعية القصيرة في أدعية الكرب: الله ربي لا أشرك به شيئا، فيكرر لفظ الجلالة مرتين ثم يقول: لا أشرك به شيئا. ولاحظوا في هذا الذكر أنه ما في طلب، يعني شوفوا الآن هنا: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله، هل في طلب يا رب أخرجني من الضائقة؟ في طلب؟ ما في طلب. تفهمون مرادي؟ أقول هذا الذكر، هذا الدعاء، هل فيه طلب؟ ما في طلب. إذن الذي نستفيده، أعظم ما ينجي الإنسان من كروب الدنيا والآخرة هو التوحيد. أعظم ما يخرج الإنسان من كروب الدنيا والآخرة هو التوحيد. وتعرفون حديث البطاقة: ذلك الذي رجحت سيئاته على حسناته وكان سيؤخذ إلى النار، فقيل له: إن لك بطاقة مثل قلمة الظفر فيها لا إله إلا الله، والحديث أظن عند أحمد. فجيء بهذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، فطاشت سجلات السيئات. فاحفظوا التوحيد واعتنوا به، وليكن هو أهم شيء، امزحوا بكل شيء إلا بالتوحيد، لا تترك، سد الخلل، سد الفرج في التوحيد، ما كل شيء قد يتساهل فيه إلا موضوع التوحيد، فهو أعظم شيء، هو نجاة الإنسان في دينه ودنياه أخرى. طيب، ثم بعد ذلك: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أيضا هذا من أجمل الأدعية، وفيه أيضا دعوة المكروب. ثم أيضا بعد ذلك أورد دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لاحظوا فيها التوسل إلى الله بالدعاء: لا إله إلا أنت، وتنزيه الله سبحانه وتعالى،
وإني كنت من الظالمين، اللي هو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعجز الإنسان وضعفه وتقصيره وأنه مذنب لا يفك عن الذنوب. فهذا أيضا ليس فيه طلب واضح صريح، ولكنه ثناء على الله بالتوحيد. وأعظم ما يفرج الله به عن الإنسان إذا أثنى على الله بالتوحيد: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه السؤال. ثم وعموما في باب الأدعية هنا، كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى يجيب عبده ويقدر له وفق حكمة الله، وكم من مرة يا إخواني ويا أخواتي دعونا الله في شيء وألححنا، ثم بعد مضي سنوات رأينا وقلنا الحمد لله أن لم يتم ذلك الأمر. كم مرة؟ هذا يدلنا على الحكمة. ولأخيكم مقطع صوتي علقت به في مسألة موت الطفل المغربي، وذلك أن الملحدين أثاروا سؤالا: لماذا لم يستجب الله دعاء المؤمنين وكذا وكذا وكذا. وإن شاء الله نضع لكم هذا المقطع في القناة. وهذا يحتاج كل مسلم أحيانا يقول: لماذا نبتلى؟ لماذا لم يأتي الفرج؟ لماذا تتأخر استجابة أدعيتنا؟ لماذا لماذا؟ وخصوصا أننا على مقربة من رمضان، فهذا شيء يعني يحتاجه كل أحد أن يفهم هذا الباب. ولأن أيضا هذا الباب أحيانا بوابة إلى الإلحاد، يعني لا أريد أن أقول بعض الكلمات التي يقولها الملحدون في مثل هذا المجلس الذي فيه الآثار النبوية والآيات القرآنية، لكن يسألون أسئلة تشكك الإنسان في دينه، خصوصا من لم تكن قدمه في باب العقيدة راسخة وإيمانه قوي، وإيمانه ليس فيه تلك القوة، فإن هذا قد يكون مزلة عليهم. فإن شاء الله تسمعون المقطع وأن يرسله إليكم بإذن الله تعالى، فإنه يحتاج كل مسلم، وخصوصا أننا على مقرب من رمضان والإنسان يعني يدعو ربه كثيرا. ثم ذكر حديثا في مسند الإمام أحمد، ومن أجمل ما فيه: ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أنا يا رب مسلم لما تختاره، وأعلم أنه هو العدل وأنه هو الخير لي وأنه هو الجاري على حكم وفق حكمتك. ثم ذكر فصلا في ذكر في الأذكار الجالبة للرزق، وأورد آية الاستغفار: وقلت استغفروا ربكم، وهذا ظاهر، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين إلى آخره، هذا رزق واضح. وأيضا الاستغفار أيضا مما يدفع الله به البلاء، ويدفع الله سبحانه وتعالى به المكاره إلى آخره، هذا شيء لا يجهله أحد. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم يستغفرون. فالاستغفار يدفع الأذى ويدفع الشرور العامة والعذاب العام وغير ذلك. ثم أورد حديث ابن عباس: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا الحديث في سنده ضعف، اكتبوا كذا، في سنده ضعف لكن معناه صحيح. هذا الحديث في سنده ضعف لكن معناه صحيح، تشهد له الآيات وغيرها من الحديث كما بينا وتقدم. ثم أيضا بعد ذلك أورد فصلا في ذكر لقاء عند لقاء العدو، أو خوف من سلطان، أو خوف من عصابة، أو خوف من جماعة، أو خوف من فرد، أو من مدير عمل، أو مشرف متسلط، أو نحو ذلك، أن يقول الإنسان: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وأيضا مما أورده في حصن المسلم: اللهم أكفنيهم بما شئت. ثم بعد ذلك أورد فصلا في الأذكار التي تطرد الشيطان. كلنا نعلم أن الشيطان محيط بالإنسان كما تقدم معنا، وأن الشياطين قد أحاطت بالإنسان برماحها وسيوفها ونبالها تريد أن تفتك به، ولا سبيل له إلى تبديل جمعها وتفريق هذه العصابات الشيطانية إلا بذكر الله تعالى. صوت واضح؟ طيب، تقدم ذكر أنه تقدم آية الكرسي وخواتيم البقرة ولا إله إلا الله، إلى أن قال: كانت له حرزا من الشيطان، أي كانت له حفظا من الشيطان في ذلك اليوم. وأيضا وقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالشيطان والجن والوساوس والكوابيس التي تأتي في النوم والجاثوم و كل هذا مما ينبغي الإنسان ألا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، من أقل ذلك الاستعاذة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله.
وأيضا أورد حديث أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لابد الإنسان يا إخواني ويا أخواتي أن يجعل لنفسه وقتا يحفظ مثل هذه الأذكار. اليوم نحن في عجلة الحياة ويعني سرعة المعلومات السريعة وكذا وكذا، لكن الإنسان يعلم أن الشرور تحيط به، يجب على الإنسان أن يكون عنده وقت يجلس يحفظ مثل هذه الأذكار التي يحتاجها، أذكار الفزع، أذكار القلق، أذكار الكرب، أذكار، لأن هذه أحوال تمر بكل الناس، ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للمرء أن يلقى الثمانية، سرور وغم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية، فيحتاج أن يتعرف إلى مختلف الأذكار وهذه الأشياء التي في على اختلاف الأحوال. ثم قال والأذان يطرد الشيطان كما تقدم. الذي تقدم معنا وهو إيش؟ فإذا سمع التأذين أدبر وله ضراط، أن الشيطان يوسوس للإنسان، فإذا سمع الأذان أدبر وهرب وله ضراط، فهذا يدل على أن الأذان، أن الشياطين لا تحب الأذان. وهذه أيضا فائدة نفيسة عزيزة، البيوت التي فيها بعض الأمور الشيطانية ونحو ذلك، من أعظم ما يطرد به الشياطين الأذان. وقد حدثنا أحد مشايخنا أن أخا له ذهب لاستئجار عمارة، وهذه العمارة كانت مهجورة يعني لم يسكنها أحد فترة طويلة، فلما دخل البيت فإذا بالنوافذ يسموها الطاقة يعني تفتح وتغلق من حالها، وهذا الشاب الذي ذهب للإيجار كان طالب علم، فبدأ يؤذن يقول والله الذي لا إله غيره، سكتت وسكنت هذه النوافذ. فهذه فائدة نفيسة يستفيدها الإنسان في البيوت والأماكن التي يعني يظن فيها شياطين أو يغلب على ظني أو كذا، أذن سواء كنت رجل أو كنت امرأة، لا يعني أذان الصراخ، يعني بقدر ما يؤدي الغرض والحاجة في المكان، فهذا من أعظم ما تطرد به الشياطين، لأن الشيطان لا يحب كلمات الأذان المشتملة على التوحيد والتكبير لله سبحانه وتعالى وغير ذلك. ثم أورد أيضا حديثا آخر أن الإنسان إذا أحس بالوسوسة وما يلبس الشيطان على الإنسان أنه يستعيذ بالله ويتفل على يساره ثلاثا وإن كان في صلاة. ثم دخل ختم الكتاب الباب بقوله ومن أعظم ما يندفع به شره قراءة المعوذتين وأول الصفات وآخر الحشر. هذا حقيقة الحديث الوارد في فضل أول الصفات وآخر الحشر في طرد الشياطين والجن ونحو ذلك حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن لا يلزم من ضعفه، لا يلزم من ضعفه انتفاء تأثير هذه الآيات، لا يلزم من ضعفه انتفاء تأثير هذه الآيات في دفع شرور الشياطين ولا عدم جواز الرقية بهما. فتجوز الرقية بهما لأنهما قرآن، لأنهما من القرآن، والقرآن كله شفاء ورحمة، والقرآن كله شفاء ورحمة، والتجربة والمشاهدة أثبتت أثر هذين الموطنين من القرآن، يعني أوائل الصفات وآخر الحشر كما يعرف، كما هو معروف عند الرقاة. ثم ذكر فصلا في الذكر الذي تحفظ به النعم وما يقال عند تجددها، قال أورد آية ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم من نفسه، ولاحظوا من نفسه أو ماله أو من أخيه، اكتبوا هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فليدعو له بالبركة، فإن العين حق. إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. هذا الحديث فيه فوائد كبيرة. أولا من نفسه، سيارتك تعجبك قل اللهم ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك، ادعو بالبركة. ممكن أن تقع عينك على نعمك فتتلفها، واضح؟ وإذا رأيت أيضا من مالك، وقفت أمام المرآة فرأيت جمال وجهك وقوام بدنك وحسن صورتك ونحو ذلك، قل اللهم بارك، اللهم بارك،
الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك على هذه الصورة الجميلة. وكذلك أيضا إذا رأيت من أخيك ما يعجبك قل الله يبارك له، الله يوفقه، الله يديمها عليه، اللهم بارك، وهكذا. فليدعو بالبركة بأي صيغة كانت، فإن العين حق. وذلك الصحابي الذي أيضا مر على أحد الصحابة وكان يغتسل وقد بدا ظهره، فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، في رواية ولا جلد مخبأة، يعني يقول هذا الصحابي ما شاء الله بياضه جميل أجمل من بياض النساء الصغيرات ذوات الخدور وكذا وكذا. فسقط مغشيا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم صاحبه، ثم قال في ختام الحديث هل لا بركت عليه، يعني قل اللهم بارك. ثم قال في الذكر عند المصيبة الذين إذا أصابتوا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والله سبحانه وتعالى قد قال واستعينوا بالصبر والصلاة، وهذه فائدة يا إخواني وأخواتي، إذ لا أحد ينفك عن المصائب من عزة مطلوب أو تسلط مرهوب ومكروب أو فقد ولد أو والد أو كذا، فيحتاج الذكر عند المصيبة. واستعينوا بالصبر والصلاة، إذا جاءك نبأ مصيبة حاول تماسك بالصبر وصلي ولو ركعتين، فإنك ستجد أنسا وانشراحا وتقبلا لهذه المصيبة. هذا من أعظم الأشياء التي نغفل عنها، من أعظم الأشياء التي نغفل عنها الصلاة عند المصيبة. واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب الأمر الثاني، الفطنة في إخبار الناس عند بالمصائب، إخبار الناس بوقوع مصيبة عليهم يحتاج إلى فطنة وحصافة وذكاء. ليس كل الناس يعرفون، لا يصلح أن تتصل بأم ولدها الوحيد، السلام عليكم، تقول وعليكم السلام، ترفع السماعة تقول مات ولدك، لا، لابد هذا الأمر أن يحتاج إلى رجل حصيف وذكي وعاقل يعرف كيف يوصل الأخبار. ومن ما قرأته من المؤسف في هذا الباب أن شابا يسكن مع عائلته وهو في الدور العلوي وأمه وإخوانه في الدور الأوسط، حصل له حادث ومات، فجاء إلى العائلة عند إخوانه الخبر أن أخاكم قد مات في حادث، فجرى أخوه الصغير الذي لم يبلغ بعد صعد إلى شقته مباشرة وطرق الباب، ففتحت زوجه الباب، زوجة الأخ الميت، ففتحت الباب مباشرة بالدارجة، قال لها زوجك مات. يقول كاتب القصة هامت على وجهها، ركضت إلى الشارع بملابس النوم، طاش عقلها وذهب صوابها. فلذلك ينبغي أن يكون إخبار الناس بالمصيبات التي تقع عليهم ألا يوكل إلا من كان حصيفا ذكيا في إيصال المعلومة وفي طريقة الكلام. ومن ما ذكره أحد المشايخ، سمعت له مقطعا، أن أما مات لها ولدها، ذهب معتمرا الظاهر وابنها الوحيد وكذا، فمات في حادث في حدود الطائف، فكل الناس تحاشوا كيف يبلغ هذه الأم هذا الخبر. فهذا الشيخ يعني قال أنا أكلمها، فقال ولدك يعني رجع من العمرة وهو الآن يعني في المستشفى، وما كذب، هذه تورية، قال لها ولدك الآن في المستشفى، فقالت كذا وكذا، قال أنت دعواتك، هو الآن في المستشفى. ثم بعد ساعة أو ساعتين قال والله لعلك يعني تكثر يا أمي الدعاء والصلاة وكذا، ترى الولد شوية وضعه خطير، ثم جعل يتدرج بها، ثم بعد ذلك قال الله يكتب أجركم ويرفع قدركم، وأظن أنه يعني طلب مقابلة أحد أقارب المتوفى هذا من الرجال، لأن الرجال أصبر في المصائب والتماسك من النساء، فأخبره وقال له اذهب صلي ركعتين وكذا وكذا إلى آخره. فهذا لا بد منه، الإخبار في المصيبة لا بد أن يصدر من شخص حصيف عاقل فطن ذكي بإيراد الكلام. وأما معظم الناس لا يجيدون هذا الباب، ويوقعون الناس أحيانا في مشكلة أكبر وأزمات نفسية. ثم قال بعد ذلك ما من مصيبة قال حديث أم سلمة ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني، وهذه الكلمة في هذا الحديث ضبطت بضبطين، إما أن تقول اللهم أجرني أو اللهم أجرني، وكلاهما صواب.
إلا واخلف لي خير واخلف لي خيرا منها، اجعل لي منها خلفا وعاقبة وعوضني خيرا، إلا آجره الله تعالى في مصيبتي، أعطاه أجرا في المصيبة وأخلف له خيرا منها. ثم قال قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه، تعني رسول الله، أي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد بعده حديث لا تدعوا على أنفسكم، وفي رواية أخرى لا تدعوا على أنفسكم ولا على أبنائكم، فلعله يوافق ساعة إجابة. وهذا أمر مهم جدا يا إخواني يا أخواتي، عند الغضب لا يدعو الإنسان على نفسه، عساني بالبلاء، عساني بالبلاء، عساني بالموت، عساني بكذا، هذا يكثر عند بعض الناس. وأيضا الدعاء على الأولاد والبنات، عساك بالعمى، عساك كذا، عساك بالهاوي والذيب العاوي ومدري إيش من الكلمات هذه الذي تقال، لا ينبغي للإنسان أن يدعو على نفسه ولا على أولاده. ثم بعد ذلك في الذكر الذي يدفع به الدين ويرجى قضاؤه، ذكر أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي. المكاتب هو الذي كان عبدا وأراد أن يتحرر، فيقول له سيده يعني ادفع إلي يعني أموال الأقساط كل شهر كذا أو كل شهر كذا، اذهب واعمل. هذا هو المكاتب الذي كاتب سيده على قدر معلوم يفدي به نفسه ويكون حرا. ثم بعد ذلك أورد في الذكر الذي يرقى به من اللسعة واللدغة وغيرهما، كل رقية إذا يعني الرقية منها لسعة أو لدغة أو وسوسة أو شياطين أو إلى آخره. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول إن أباكم كان يعوذ بهما إسماعيل، إن أباكم يعني إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، وهذا يجدر بالأمهات والآباء أن يحفظوا هذا. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ذكر سهل تحفظه الأب وتحفظه الأم والأخت الكبرى والأخ الكبير. وأيضا الإنسان يقول به لنفسه أعوذ بكلمات الله التامة لنفسه، وأيضا يقوله إذا كان يعوذ أيضا أولاده وبناته ونحو ذلك. لحظة واحدة. الذي يليه قلنا أعوذ بكلمات الله التامة، وأيضا الولد يعوذ فيقال أعيذك بكلمات الله التامة، والبنت تعوذ أعيذك بكلمات الله التامة. كلمات الله التامة هي الخالية من كل نقص وعيب، فكلمات الله نافعة شافية وهي مباركة من كل شيطان، شياطين الإنس والجن، وهامة، الهامة كل ما له سم، كل ما له سم، وكذلك يدخل فيه الهوام وحشرات الأرض كلها، ومن كل عين لامة، العين اللامة هي التي تصيب بالأذى وتلحق الضرر، العين اللامة هي التي تصيب بالأذى وتلحق بالضرر لمن تنظر إليه. ثم ذكر بعده الرقية بسورة الفاتحة، وهي من أعظم الرقى، وهي من أعظم الرقى، وأنه رقي بها قال فكأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوطا فنشط وقام. فهذا أيضا سورة الفاتحة من أعظم ما يرقى به. ثم أيضا بعد ذلك دعاء أن الإنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. معنى شفاء لا يغادر سقما اكتبوا، يعني شفاء لا يترك مرضا، يعني شفاء لا يترك مرضا، فيكون الشفاء حائلا حائلا بين حائلا من كل مرض قد يتولد عن المرض الأول، فيكون الشفاء حائلا من كل مرض قد يتولد عن المرض الأول، فكأنه يدعو له بالشفاء المطلق، فكأنه يدعو له بالشفاء المطلق. ثم أورد بعد ذلك حديث عثمان بن أبي العاص، وهذا أيضا مهم جدا ونحتاجه خصوصا على أنفسنا، ويعالج به الإنسان نفسه. قال أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجد في جسده، وجع، صداع، مغص، ألم في الصدر، ألم في الرئة، ألم في القدم، ألم تجده في جسدك، أي ألم. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان
شيخنا يعني محمد علي آدم الأثيوبي العلامة رحمة الله عليه، يقول هذا الدعاء من أعظم ما أرقي به نفسي وأعالج به نفسي عند الأمراض البدنية. يقول ضع يدك على الذي يألم من جسدك، هذه الخطوة الأولى، مكان الألم ضع يدك فيه وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، وقل سبع مرات بعد ذلك أعوذ بالله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ثم ذكر الذي يلي، ثم ذكر بعد ذلك ذكران في ذكر دخول المقابر، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هو ختام هذا المجلس، ما كان من صواب فمن الله وحده الرحمن، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه، وشكر الله لكم إنصاتكم ومتابعتكم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة والعون على الطاعة والنجاة من النار. اللهم هؤلاء عبادك وإماءك اجتمعوا لتعلم التوحيد وتحقيقه ولتعلم ما قلت وما قال رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نتوسل إليك بهذا العمل هو طلب العلم وتعليمه ونشره، اللهم إنا نتوسل به إليك أن تقضي لهم ما في علمك من كل حوجاء، وأن تشفيهم وتشفي مرضاهم من كل داء، وأن تعين المرضى بالصحة والعافية ومن هم على الأسرة البيضاء، وأن تقر أعين هؤلاء الحاضرين في ذويهم بالصحة والعافية والخير. اللهم صب علينا وعليهم الخير صبا صبا، ودره علينا وعليهم درا درا، ولا تجعل عيشنا ولا عيشهم كدا ولا نكدا يا رب العالمين. اللهم من كان في هذا من كان في الحاضرين او من يسمع للتسجيل، من كانت له أمنية او طموح، اللهم اقضه له في عفو وعافية. اللهم من كان له سؤل، اللهم يسر له سؤله وحاجته في يسر وعفو وعافية يا رب العالمين. ومن كان له شيء يؤرقه ويتعبه أو ذنب أو ابتلاء في خلوة أو جلوة، اللهم إنا نسألك أن تعينه على ترك ذلك الذنب، اللهم إنا نسألك أن تعينه على ترك هذا الذنب. اللهم اهد شبابنا ونساءنا وبناتنا وأولادنا وفتياتنا وإخواننا وأخواتنا، اللهم أعذهم من شرور وسائل التواصل، اللهم كن لهم في خلواتهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، ارزقهم المراقبة، اللهم حصن فروجهم وغض أبصارهم ويسر لهم النكاح والعفاف وأعنهم يا رب العالمين. اللهم ازرع في قلوبهم مراقبتك والخوف والخشية، اللهم اجعل حبك في قلوبهم أعظم من كل محبوب يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا العلم علما خالصا بوجهك الكريم، نتعلمه لنرفع الجهل عن أنفسنا ونمرره ونعلم به غيرنا وننصر به شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. قد انقطع اللهم من غيرك الرجاء، فأدركنا أي رباه وارحم وأنعمي، وأشربنا يا رباه في القلب حب ما تحب، وكره كل غي ومأثمي، ونسألك اللهم منك إعادة من الحور بعد الكور والبوء كالعمي، وأصلح لنا اللهم الآخرة التي إليها رجوع، واحبنا دار من عمي لنا من إذا خيبتنا ربي، فاستجب دعاء وبالخيرات يا رب تممي، وصل على خير البرايا محمد وأصحابه الغر الميامين سلمي، وها أنا أطوي ما نشرت بساطه، وأستغفر الله العظيم لزلتي، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.